بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن في الليكتشر دي Nutrition Growth and Energy Requirement. Lecture Outline ان احنا هنشوف Nutrition Requirement بتاعت البكتيريا, Carbon Requirement, Oxygen Requirement و Metabolism of Sugar. هنتكلم عن Respiration, Bacterial Growth Curve و Bacterial Reproduction. Nutrition requirement: organic carbon of nitrogen, phosphorus, sulfur, metal ions, iron من metal ions المحببة للبكتيريا. Source of energy بيبقى obtained يا إما from light, phototroph بنسميها, أو chemotroph اللي هي chemical reaction. يبقى الenergy بتيجي من اللايت والchemical reaction. بالنسبة للكربون ريكويرمنت بنقول ان ممكن الكربون ده على هيئة اورجانيك كربون او كربون دايوكسيد. البكتيريا اللي بتستعمل الاورجانيك كربون بنسميها هيتروتروف. معظم البكتيريا اللي بتعمل ديزيز المان ار هيتروتروف, دي ار فاستيديوس بكتيريا. النوع الثاني الاوتوتروف اللي هي الاورجانيزم يوز كربون دايوكسيد از ا source of carbon for growth. تنقسم البكتيريا إلى خمس مجموعات according to oxygen requirement. المجموعة الأولانية اللي هي strict aerobe اللي هي بتنمو في وجود الأكسجين بس, زي الزيتومونس. الزيتومونس دي موجودة في الـ environment, موجودة في الـ intestine في الإنسان. strict aerobe الـ final acceptor هو الأكسجين في الـ aerobic respiration. الستريكت انيروب هنا الاكسجين بيموت البكتيريا. ليه؟ لانها ما عندهاش كاتاليز انزيم, بيروكسيديز انزيم, وسوبر اوكسايد ديسموتيز. الانزيمات دي هنتكلم عليها في سلايدز جايه. مثل من امثله الستريكت انيروب هي البكتيريا. المجموعة الثالثة according to oxygen requirement عندنا الفاكتاتيف anaerobe اللي هي can switch between aerobic condition and anaerobic condition. بكتيريا كتيرة قوي بتعمل disease in man زي staphylococcus aureus, دي بتعمل abscess in man أو localized lesion. streptococcus pyogenes دي بتعمل acute tonsillitis. They are facultative. المجموعة الرابعة اللي هي مايكرو ايروفيلت, اسمها مايكرو, بتحتاج كمية قليلة قوي من الأكسجين, وفي وجود كمية كبيرة من الأكسجين بتبقى توكسيك ليها. ندي اكزامبل اللي هو البيبريو اللي بتعمل كوليرا في الإنسان. هيلكوباكتر دي بتعمل بيبتيك ألسر وممكن يعمل كانسر في الستومك. وكامبيلوباكتر دي موجودة زونوتيك, بتيجي مثلا واحد بياكل لانشون ناي أو بسطرمة ناية, ممكن الكامبيلوباكتر دي تعمل ديزيز إنمان برضو بتبقى مايكرو أيروفيلك. الأيروتولرانت أنيروب هم ستريكت أنيروب, هم أنيروب لكن they possess enzyme اسمه سوبر أوكسيد ديسموتيز بيمكنهم انهم يستحملوا وجود اكسجين, لكن هم اصلا they are anaerobic bacteria. ندي اكزامبل اللي هي Clostridium perfringens اللي بتعمل جاز جنجري. Tolerance to oxygen definition is the ability to detoxify the super oxide والهيدروجين اوكسيد اللي بيطلعوا نتيجة الايروبيك respiration. ده بيتأتى بوجود السوبر اوكسيد ديسموتيز. احنا بنتكلم دلوقتي على الانزيمز اللي بتتعامل مع السوبر اوكسيد والهيدروجين بيروكسيد كبرودكت اوف ايروبيك ريسبيريشن. فعندنا السوبر اوكسيد ديسموتيز كونفرت السوبر اوكسيد اللي طلع لهيدروجين بيروكسيد. اس بريزنت في الايروبيك والايروتولرانت بكتيريا اللي احنا اتكلمنا حالا دلوقتي. الكاتاليز بيكونفرت الهيدروجين بيروكسيد لمي اوكسجين اند ووتر. But they are lacking in aerotolerant organism. الايروتولرانت ما عندهاش الكاتاليز. الستريكت انيروب ما عندهاش ولا السوبر
الأكسيد ميتاز ولا عندها الكاتاليز. الميتابوليزم اوف شوجر الجلوكوز كاتابوليزم بنحصل بيه عن الانرجي عن طريق جلايكوليسيس او كريبس سايكل او الاكسيداتيف فوسفوريليشن. الجلايكوليسيس هي الموست كومن باث واي للشوجر كاتابوليزم، والانرجي اكبر انرجي بتيجي منها ككيميكال انرجي اللي هي ان ذا فورم اوف اي تي بي انات. الـ respiration could be aerobic respiration, glycolysis, Krebs cycle, and oxidative phosphorylation. The final recipient في الأيروبيك هو الأكسجين مولكيول. The higher energy زي ما احنا قلنا 38 مولكيول of ATP. الأنيروبيك include the glycolysis and fermentation that occur in absence of oxygen. Final recipient of hydrogen is inorganic molecule. يبقى في small amount of ATP, little energy. بالنسبة للfermentation, this process occurs in the absence of oxygen. The final electron recipient is not a inorganic molecule. هنا pyruvate molecules are incompletely oxidized, where the energy amount of energy is very very low. الكربون دايكسيد اللي موجود في الهواء is sufficient for growth of bacteria، لكن في بعض الأحيان في بعض البكتيريا بتحب زيادة في الكربون دايكسيد 5% زيادة 10% زيادة، فبنسميها كابنوفيليك بكتيريا. كابنوفيليك ندي اكزامبل لها، عندنا النايسيريا. النايسيريا دي بتبقى في منها أنواع كتيرة اللي هي نايسيريا جونوريا اللي بتعمل سكسوال ديزيز، بتعمل جونوريا في المان. في نايسيريا منجيديتس اللي بتعمل منينجايتس في المان. بالنسبه للبروسيلا دي عباره عن بكتيريا جايه بتعمل زونوتيك ديزيز، جايه من الكاتل. زونوتيك يعني جايه من حيوان، فبنقول ان البروسيلا دي جايه من كاتل وتسيب الانسان، برضو بتعوز في الميديا بتاعتها انك تديها من 5 لـ 10% كربون دايوكسيد. التمبريتشر بنقول ان في بعض البكتيريا بتحب الحراره العاليه، وبعض البكتيريا بتحب الحرارة المنخفضة. الثيرموفيل يعني دي بتحب الحرارة عالية، منها الباسيلس ستيروثيرموفيلس. عشان كده الباسيلس ستيروثيرموفيلس دي بنستعملها كسبور في الكشف على الإفيشنسي بتاع الأوتوكلاف. الـ pH أو الهيدروجين آيون كونسنتريشن بنقول إن معظم البكتيريا بتحب النيوترال بي اتش اللي هو البي اتش بتاع جسم الانسان، لكن بعض البكتيريا بتفضل الاسيدك بي اتش زي اللاكتوباسيلس. دي موجوده في الفاجينا وموجوده في الاورال كافيتي. الثانيه اللي هي بتحب الالكالين بي اتش اللي هي البيبيلو. عشان كده احنا بنستغل هذا الجروث ان الكالين بي اتش للبيبيلو، وكل الميديا لو انت شفتها هتلاقيها انها معموله بالكالين بي اتش to be selective for video color. The bacteria growth curve. There are four phases. أولها lag phase. Lag phase لو أنت زرعت بكتيريا in fresh media، the initial number of the bacteria is constant. ما بيزيدش. ليه؟ لأن بيحصل الأول البكتيريا تتعرف على the exterior environment. دي اسمها مرحلة الـ adaptation. There is no cell division. Second phase اللي هي exponential phase أو logarithmic phase. البكتيريا تنقسم by binary fission at a constant rate. ال rate of growth بنسميه generation time or doubling time. في الفيز دي البكتيريا بتبقى very active وبيبقى فيه زيادة عددية للبكتيريا. الحاجة التانية إن استعمال الأنتيبيوتيك في هذه المرحلة بيدي إفكت قوية. بالظبط زي واحد بيجري في الشارع و all of the sudden اتحط له عصاية في طريقه بيقع. عشان كده استعمال الانتيبيوتيك في هذه المرحلة مهم. اللي هي stationary phase. الـ growth rate يبتدي يقل يسلو. Why? Because النيوتريشن ابتدت تقل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين
accumulation of toxic product نتيجة هذه الاكتيفيتي بتاعت البكتيريا. نمرة 3 إن ما فيش مكان لها، يبقى بنسميها exhaust of biological space. المرحلة الثالثة اللي هي stationary phase. stationary phase بنقول إن بيحصل accumulation of waste product و depletion of nutrition. ففي لسه في new cells are produced but are balanced with dead bacterial cells. إذن the number of bacteria at this phase is constant. الأهمية بتاعت stationary phase إن عملية sporulation في بعض البكتيريا اللي بتعمل spores بتحصل في الفيز دي. بعض البكتيريا بتطلع antibiotic ما بتطلعهاش غير في الفيز دي. آخر مرحلة اللي هي decline phase or death phase due to exhaustion of nutrition and accumulation of toxic product. ده البكتيريا growth curve زي ما حضرتك شايف دلوقتي، اللي هو lag phase دي adaptation phase. بعد كده بتيجي بعدها logarithmic phase اللي هي بتنقسم الخلية بسرعة و بيزيد عددها، وبعدين بنوصل للستيشنري فيز لما العدد بيبقى constant لان number of living cells equal to the dead cells، وبعدين بيحصل ال death phase. البكتيريال ريبرودكشن تنقسم الخلية بالبيناري فيجن or asexual reproduction، مفيش ميل ولا فيميل. لا دلوقتي بتنقسم بطريقة بدائية. الأول بيحصل elongation في البكتيريال سيلز، وبعدين الـ double strand DNA بكل strand بتسيب بعضها وتروح في ناحية، وكل واحدة act as a template or بتعمل synthesis لـ complementary strand لها أو daughter strand. بعد لما الـ DNA بتروح في كل ناحية بتعمل complementary DNA بيحصل في transverse septum، جاي منين؟ جاي من cytoplasmic membrane وجاي من cellule، عشان يقسم الخلية البكتيرية into two daughter cells. ده البينري فيجن زي ما حضرتك شايف، إن هنا بتبقى الخلية هنا الـ DNA أهو بينقسم إلى اتنين، كل واحد بيروح في ناحية وبيعملوا complementary DNA، وبعدين ينقسم هنا cytoplasmic membrane و السيل وول بيقسموا البكتيريا into two identical daughter cells. دي binary vision اللي هي الانيميشن ليها. برضو هنشوف ازاي الـ DNA بينقسم، بيسيب كل strand بتسيب بعضها وتروح لناحية وبتعمل complementary strand، وبعدين بيجي هنا الـ cytoplasmic membrane والسيل وول بيقسم البكتيريا the two daughter cells. Thank you very much.